حاصرين نفسنا في كليات القمة، طب هندسة صيدلة، هم دول ولادي لو ما دخلوش الثلاث كليات دول خلاص أنا ولادي كده فشلوا. بالظبط 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 فالنظرة اختلفت، بالظبط. فدي حاجة كويسة جدا. بس لسه ايه بقى مقياس النجاح؟ ك يعني الوالدي ساعات بيقيس النجاح في ان ابني يدخل ده، صحيح. ومع ذلك الاولاد شايفين مقياس النجاح مختلف تماما. أو حتى لو عايز هو يطلع مهندس بس بابا دكتور وماما دكتورة، فهو يا ابني ده احنا عندنا صيدلية مين هيمسكها بعدنا؟ فدي برضو حاجة مش حلوة خالص ان احنا نجبر ولادنا ان هم يدرسوا حاجة مش بيحبوها. احنا محتاجين نغيرها بقى، يعني هي الفلسفة دي محتاجة تتغير. برضو التطور اللي حصل اللي احنا بقينا شايفينه بعنينا وحاسينه، انه الناجح في اي مجال بيوصل يعني رضا نفسي رائع، وفي إمكانية أنك تنجحي في أي مجال تدخليه، وتبقي يعني هو الأهم أنك تبقي متفوقة في مجال عملك صحيح. أيا كان بقى هو المجال ده إيه. طب خلينا نروح للأسباب. يعني زي ما حضرتك قلتي أحيانا الطفل بيبقى هو طبيعته كده، من أول ما دخل المدرسة بنلاقيه تحصيله الدراسي قليل على قده، وفي أطفال بيحصل لهم تدهور مفاجئ. فخلينا نعرف برضو سبب كل واحد، الطفل اللي هو داخل هو طبيعته التحصيل الدراسي بتاعه مش قليل، مش بيقدر يقعد ساعات طويلة على المكتب، أو هل دي ليها أسباب بتبقى مختلفة عن الحالة التانية؟ طيب لو هنجيب الأسباب خلينا نحطها كده برضو على كذا محور عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية إزاي. هنقول مثلا في أسباب متعلقة بالطفل، وفي أسباب ممكن تكون متعلقة بالأسرة، وفي أسباب ممكن تكون متعلقة بقى بالمدرسة يعني المدرسين وما إلى ذلك. الأسباب المتعلقة بالطفل قد تكون أسباب في التطور النمائي بتاعه، النمائي ده اللي احنا بنقصد بيه تطور القدرات الذهنية مع الوقت، ان هو يحصل عمره العقلي النمو العقلي بتاعه. في كتير من الأولاد بيبقى عندهم نوع من أنواع التأخر في القدرات الذهنية. التأخر دوت يعني نرجع نقول في بعض الأحيان الأولاد يعني بيبقى وقتي، وبعد مع الوقت الأمور بتتحسن، أو بيبقى في تأخر لأن القدرة الذهنية أقل شوية من الطبيعي. وهنا ده معناه أنه ممكن تبقى عندنا مشكلة في التحصيل الدراسي هتحتاج وقت. الأب والأم هنا محتاجين يفهموا أنه محتاجين يبذلوا مجهود أكتر من اللازم مع ابنهم، ويلاقوا نتيجة أقل من الإيه من المجهود شوية. ليه؟ لأنه القدرة العقلية أو الذهنية أقل، هنقول عليها بطيئة في الفهم والإدراك، الفهم والإدراك، الاستيعاب، الحفظ وما إلى ذلك. فدي مثلا من الأسباب. في أولاد قدرتهم العقلية والذهنية جيدة وقد تكون متميزة، ولكن مع ذلك التعلم نفسه عملية معقدة. يعني أنا عشان أوصل لإني أتعلم حاجة أنا محتاج أستقبل الشيء اللي اتعلمته، أترجمه في المخ لمعنى، أديله زي ما تقولي كده مفهوم، يروح لمنطقة التعبير، التعبير ده أعبر عنه بالكلام أوصفه، أو الكتابة أكتبه، أو أقرأ حاجة فأقولها. طيب إذا عشان تمشي عملية التعلم بطريقة ناعمة وفيها يعني هنقول هارمونية كده في التعامل، لازم مراكز المخ دي كلها تبقى متصلة مع بعض اتصال جيد، وكل منطقة أو مركز بيؤدي الوظيفة وبيسلم الرسالة للي بعده، وهما كمان مترابطين. الأولاد بقى اللي احنا بنتكلم عليهم دول قدرتهم العقلية والذهنية عالية جدا متميزة جدا، لكن هذا يعني التواصل في المراحل التعليمية فيها مشكلة. فتبصي الولد ده بالرغم أنه متميز جدا في قدراته، ولو عملنا اختبار ذكاء هنلاقيه بيعدي وغيره، لكن لما يجي مثلا يقرأ فهو عنده تعثر في معرفة الحرف أو صوته أو فهم الجزء اللي بيقراه، أو أبطأ شوية من الطبيعي. طب إيه السبب؟ هل مشكلة مدرس مثلا هو مش حابب المادة دي، مش حابب المدرس لغاية ده اللحظة فبتأثر عليه؟ لغاية اللحظة دي احنا ما دخلناش في ان المشكلة مدرس ولا اب ولا ام ولا غيره، ولا حاجة. ده تركيب، دي مشكلة تركيب للطفل نفسه بالظبط. دي يعني هنقول عليها وظائف المخ
هي اللي مؤديه الى هذه المشكله. ف تبصي تلاقي الولد قادر يقرا لكن مش عارف يكتب، هو ممكن يكون عارف الحرف وعارف صوته لكن مش قادر يترجم ده انه يحط الرمز على ورقه. علميا في حاجه كده؟ طبعا طبعا. مع انه بقى اول مره اسمع هذه. اللطيف بقى الولد يبقى تبصي تلاقيه قولي له انقل، ينقل كويس جدا. طب ايه خطه رائع. طيب خطه رائع، بس هو الفكره بقى الوصله او اللينك ما بين انه سمع صوت الحرف ففهمه فحول الصوت ده الى رمز، الرمز اتعبر عنه في الورقه بانه اتكتب واتكتب صح. طيب يعني دي عنده هنا فيها مشكله، القصه دي اللي ممكن تكون تلقائيه جدا عند اولاد كتير.